السلام عليكم، معكم محمد كمال في برنامج دقيقتان فقهيتان، أهلا بكم. سؤال حلقة اليوم هو: ما حكم دخول ماء الشطاف إلى جسم الإنسان أثناء الصيام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، جمهور العلماء يقولون أن من أدخل ماء في هذا المكان في فتحة الشرج وهو متعمد فقد فسد صومه، وعليه أن يقضي يوم مقابل هذا اليوم قياسا على الحقنة الشرجية. ولكن السادة المالكية يرون أن هذا ليس مفطرا، ولذلك نحن ننصح بعدم استعمال الشطاف الشديد بهذه الكيفية أثناء فترة الصيام وانت صايم، حتى لا تتعمد أن تدخل ماء في هذا المكان. وأما إخواننا الكبار، الناس الأفاضل الكبار اللي هو غصبا عنه لازم يقعد في هذا المكان وما يقدرش، فهذا نقول له هذه القاعدة الفقهية التي ذكرناها قبل ذلك: من ابتلي بشيء من الأمور المختلف فيها فليقلد من أجاز. وكلمة ابتلي يعني هناك ضيق وهناك صعوبة وهناك مشقة. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.